وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم بلغنا رمضان جميعًا يا رب العالمين، وارحم شيخنا رحمة واسعة من سيرته سيدي وشيخي وعمي السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي، أنه كان مقتديا بجده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن سيرته صلى الله عليه وسلم أنه كان متواصل الأحزان، وكان صلى الله عليه وسلم لا يرى إلا غاديا أو رائحا. صلى الله عليه وسلم لا يرى إلا غاديا أو رائحا، متواصل الأحزان على الناس وعلى الأمة، لأن رسالته عامة إلى أن تقوم القيامة. وكما قال أستاذنا وعمنا السيد إبراهيم الرفاعي أن أمة الحبيب أمة مكلفة بالتبليغ. الأمم السابقة كانت إخواني الكرام لا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولكن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إكراما له جاءه الحق عز وجل، قال له الحق عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.